جديد بإن تاون سينكو لاونج رح نتعرف عليه اكثر مع ياسمينة يارد واليسا يارد. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. اليسا، عارفينا بالاول على سينكو لاونج وكيف اجت هالفكره؟ صراحه اول شيء بلشت كنت انا بعدني مخرجه من الاي او بي، واختي ياسمينة كانت تشتغل كونسلتنج بدبي، فمثل كل سنه قلنا بدنا نعمل سفره سوا. فالسنه الماضيه بمارس سافرنا انا وياها على البيرو لنعلم الانجليزي لايتام. فولنتيرينج. فولنتيرينج مزبوط. خلال شهر اكيد يعني خلال هيدا الشهر تعرفنا على الحضاره البيروفيه، زرنا كذا كوكتيل بارز وكذا مطعم، ودقنا البيسكو وانغرمنا فيه. يلي هو ناشونال. في ناس بيعرفوا البيسكو بس في ناس ما بيعرفوا. البيسكو هو ناشونال الكحول تبع البيرو عندهم. فوقت رجعنا على لبنان كنا بدنا نذوقه لاصحابنا ولعائلتنا، تفاجئنا كيف منه موجود هون. فقلنا ليه ما بنكون السباقين ونستورده على لبنان. وهيك صار يعني. للصراحه حكينا مع جاي عزوري اللي هو المانجينج بارتنر بالمايون جروب، ويعني قنعنا البورد انه يستثمروا معنا تنحول هيدي الفكره لمشروع حقيقي. ورجعنا سفرنا لتاني مرة على البيرو، بس هالمرة كنا أنا وأختي وجاي وجيسيكا أخته لجاي، وعملنا الديل هونيك مع سبلاير ورجعنا على لبنان وفتحنا مطعم سينكو لاونج اللي هي بتكون خامس انتيتي للمايون غروب من بعد المايون ريستوران، مايون كافي، مايون دو كلوب والكيترينج خدا باي مايون. هلا سينكو لاونج. بس ياسمينة يعني شو عرفكم انه نحن رح يعجبنا البيسكو؟ اول شيء بس نعرف اكثر شو هو البيسكو. هو البيسكو نوع من الالكول مثل الويسكي، مثل النبيد، مثل الفودكا، وبينعمل من العنب وبس بيتصنع ببلدين بالعالم، بالتشيلي وبالبيرو. ونحن ما كنا بس مؤمنين بالبيسكو، كنا مؤمنين بانفتاح الحضارة البيروفية على العالم كله. ومشان هيك نحن هيدا الواقع يعني بلشنا نشاهده من سنتين وقت الكينوا اللي كان برودكت اوف ذا يير 2013 هو فوتد يعني السنة الماضية كان أحسن، يعني هو بيطلع بالبيرو. والسيفيتشي اللي هي احسن يعني اكثر شيء معروفه كاطباق بيروفيه صارت موجوده على كل المنيوز تبع المطاعم بالعالم وبلبنان. فاذا انتم استوردتوا اول حدا استورد بيسكو على لبنان. نعم، يعني نحن كنا مؤمنين بالانفتاح الحضاره البيروفيه، والبيسكو هو رمز هالحضاره. نعم. البيروفيه ووصل على اهم مدن الكوكتيل بارز بالعالم مثل لندن، نيويورك، سان فرانسيسكو، حتى صار موجود باهم المطاعم والاوتيلات بدبي. وانتم جربتوه هالقد عجبكم الا ما يعجب اللبنانيين، لان اصلا بيكون كمان كثير لبنانيين بيكونوا بيعرفوه. صحيح. صح. ان كان يعني مش ضروري على انه يروحوا على البيرو لحتى يختبروه، عم يختبروه ببقيه بلدان العالم. أكيد. بس هلا كيف تحمي حالك من كومبيتيشن مثلا؟ صحيح، لانه انت بتشتغلي كونسلتنسي. صحيح. وقت نحن قررنا نجيب البيسكو على لبنان كنا عارفين انه هذا المشروع هو مشروع ناجح، وبعد وقت يعني قصير رح يصير في كومبيتيشن لنا. مشان هيك وقت عملنا ثاني سفره على البيرو قررنا نصنع بيسكو براند لإلنا. هون بمساعدة وزارة الخارجية البيروفية تعرفنا على دكتور فيلا غارسيا اللي هي من أهم السوميليه للبيسكو بالبيرو حتى. أوكي. بالعالم، يعني درس أكثر من 10 سنين البيسكو. مع اشتغلنا على خلطة بيسكو سرية معمولة من 5 أنواع العنب وسميناها بيسكو سينكو. سينكو يعني خمسة. سينكو لاونج. صح، خمسة بالاسباني. إذا ما في بيسكو سينكو بالبيرو، في بيسكو سينكو بلبنان. هيدا خاص. والبيسكو سينكو عامل ضجة كثير كبيرة بالبيرو. حتى كتبوا عنا بالمجلات وبالجرايد لأنه كنا أول عالم مش بيروفية بيملكوا نوع بيسكو بيروفي. فاذا رح ندوق شيء مختلف، يعني بيسكو ولكنه مختلف. صح. وبعرف انه ربحتوا كومبيتيشن كمان بهالاطار. صحيح، يعني هيدا كان اكبر خبر بحزيران الماضي
فتنا بالكومبيتيسيون مونديال دو بروكسل 2014 بالبيسكو سينكو. بالبيسكو سينكو هي بتصير هيدا المباراة بيشتركوا فيها أكبر وأهم السبلايرز للبيسكو بالعالم كله، ونحن أكيد وقت فتنا بالكومبيتيشن كنا عارفين أنه البيسكو سينكو تبعنا نوعيته كتير منيحة، بس عن جد كتير تفاجئنا بأنه نربح الميدالية الذهبية كونه البيسكو سينكو من الأفضل بالعالم. مبروك. بس بالسينكو لاونج في كمان ريستوران، هو مش بس اكيد هو ريستورانت اند كوكتيل بار. مزبوط انه كثير نحن اشتغلنا مثل ما قالت اختي على منيو البيسكو، يعني حتى جبنا بيروفيان ميكسولوجيست هو عايش بلندن اسمه خوسيه مودونيزي، جبناه على لبنان وعملنا معه اكثر من 100 كوكتيل ومن لوكال برودكتس عندنا هون بلبنان. بس كنا مقابلين انه الاهم هو انه نشتغل على منيو الاكل، لانه مثل ما بتعرفي اللبنانيه كثير بيهمون، يعني اهم شيء عندهم ياكلوا اكل طيب. فاشتغلنا على مده اكثر من 3 اشهر، ومن بعد كذا تيستينجز يعني توصلنا على منيو بيتضمن شيء 30 بلا، وهي الكويزين انترناشونال فيوجن. في صور فينا نشوفهم؟ فينا نشوفهم على البلايات. اوكي. انترناشونال فيوجن مع البيروفيان كوزين. هو في مثل في سيفيتشي واللومو سالتادو هن اطباق بيروفيه، بس في كمان عنا الهيمالايان بيف اللي كثير سبيسيال، وعنا باكد لك انه اطيب ميني برجرز فيكم تذوقوهم بسينكو لاونج. بسبيشال ميت يعني؟ ايه والصوص يعني هي اكثر كثير سبيسيال. هون عم بيقطع الماريناتد سالمون. اكيد برزنتيشن روعه يعني. ميرسي. اوكي، فاذا الانجريدينتس يمكن بنعرفهم، بس كيف يعني مشغولين على الطريقه البيروفيه. مزبوط. والصوص اهم شيء كثير سبيسيال بكل انه بكل بلا. والاهم كمان انه الاسعارنا كثير مدروسه، يعني الافريج تشيك ما بيتخطى ال 40 دولار على الشخص. على الشخص مثل اي مثل منو تاني يعني يكون ستاندرد. مظبوط. اكزاكتلي. ياسمينة، يعني هل بيسكو سينكو يلي خبرتينا عنه فاذا يصنع خصوصي لكم؟ نعم، يعني بس نحن بنصنعه، اكيد لازم نصنعه بالبيرو، اذا ما صنعناه بالبيرو ما بيكون اسمه بيسكو. فبنتعامل مع سبلاير بالبيرو بنصنع هيدي الخلطه السريه وبنستعملها، اكيد استوردناها على لبنان، وبس نحن عندنا الملك الحصري. حقوقكم محفوظة كمان بالبيرو؟ أنا بالبيرو بدها تكون حقوقكم محفوظة مش أكيد بس أكيد هي مسجلة بالبيرو وبلبنان، أنا عالمية. حلو. طيب رح نلاقيه بس بالسينكو لاونج هالبيسكو سينكو؟ لهلا إيه، يعني بس هو موجود بسينكو لاونج، وإن شاء الله قريبا جدا يعني بيكون في غير بلان وزعه، يعني رح نشوف حسب تغيبه بالعالم. مين عم يعمل لكم الأطباق البيروفية يعني؟ وكمان كأطباق لازم يكون في تاتش بيروفية قوية واضحة يعني لحتى نقدر نعتبره أكل هلا بيروفي. نحن وقت قعدنا بالبيرو يعني كله عبال قعدنا أكثر من شهرين هونيك، ويعني صرنا نعرف شو هن الأطباق البيروفية، وأكيد اشترينا كثير كتب، وبمساعدة الشيف تبعنا اللي عن جد اكسبشنال اشتغلنا على البلايات وعملنا تيستينج، يعني مثل ما كنت عم بتقول اختي لاكثر من 3 اشهر، يعني عن جد ما كانت هالقد هينه. منيح من صحته بس سبور. طيب الاكل او الكوزين اللي انتم بتعملوها او الاكل البيروفي اجمالا هو اكل دسم؟ ما انه عم نحكي عن النصاحه، هو اكل لايت، هو أكل يعني بشو بيتميز؟ يعني كل الكويزين تتميز ب هي البيرو، يعني اذا بنرجع على البيرو في عندها عده مناخات، يعني بحيلا وقت بالسنه في عندنا البحر، في عندنا الجبل، في عندنا الامازون، في عندنا حتى الصحراء. من ما بيعنى انه بالبيرو بيطلع كثير انواع خضره وفواكه وحتى سبايسز منها موجوده بالعالم يعني كله، فالاكل كثير هيلثي، يعني بيكون في لحمه دجاج وكمان خضره كثير بالاكل. لكن هي الخلطات يلي عم تفرق والنكهات يلي عم تفرق. اي شيء بتحبي تزيديه اليسا؟ بس بحب زيد نقطه انه الترند اللي عم نحكي عنها حكيت عنها اختي بطلت شيء بس نحن مأمنين فيه، صارت واقع. يعني حتى لو كوميرس دو لوفون من شهرين كتبت
واكدت هذا الشيء انه الترند هلا بالاكل هو المطبخ البيروفي وانه سينكو لانج اكيد هو اللي اطلق هيدا الترند. بس ياسمينة بحب يعني انهي الحديث انه مثل ما قالت اختي انا كنت عايشه بدبي، كنت اشتغل ب International Management Consulting Firm، كانت البوزيشن تبعي كثير منيحه حتى كنت كثير مبسوطه بالشغل، بس وقت قررنا نسافر على البيرو وتغيرت يعني كل الخبريه وقررنا نجيب البيسكو على لبنان، تركت شغلي بدبي ورجعنا لهون تنكون عم نقدر ننفذ مشروعنا. ومن هيدا الخطوه جريئه وما كنت عارفه لوين بدها توصل. صح اكيد، خاصه يعني بالاوضاع بلبنان مثل ما يعني هلا عم نشوف. بس من هيدا البيرسونال اكسبيرينس تبعي بحب عن جد اتوجه لكل الشباب اللبنانيه انه اذا عندهم فكره عن جد مؤمنين فيها يجربوا ينفذوها، لانه يعني ما في شيء احلى من انه الواحد يشتغل على اون بروجكت لإله، وكيف إذا هيدا المشروع بيكون عم بيقدم شيء جديد لبلده لبنان. مسج كثير حلو منك ياسمينة، شكرا لك ليسا. اي من كل بد اكيد سيكولاج بيسان سوفيل. اهلا. وبس كاخر يعني جمله حاب نقول انه دائما المايون جروب وخاصه يعني هلا السينكو لاونج بضلوا مؤمن بلبنان، وعنده شعار هو بحب ضلنا عيده انه بيروت ستارت ويل كيب اون بيتينج. إن شاء الله دايماً بيروت لا تموت على كل حال اليوم عنواني وين ما كان. شكراً لكم. هلأ وقفي مشاهدينا ومرجع منتابع لايف مع ويندو بيوتي، خليكم معنا.